الأول خلونا نتوقف أمام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا التي شهدت اليوم في اليوم الثاني شهدت عدة لقاءات أبرزها القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، واللي تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والتعليمية، وموضوعات تانية كمان أهمها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كان في كمان لقاء جمع بين الرئيس السيسي ورئيس شركة رافال للصناعات العسكرية، وده بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي التقى مع عدد من رجال الأعمال الفرنسيين لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الفرنسي. في كمان لقاء جمع ما بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف دو لودريان. لمزيد من التفاصيل عن أهمية الزيارة وتوقيتها وأهمية اللقاءات المختلفة اللي عقدها الرئيس هناك، معانا الدكتور فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي. مساء الخير وأهلا بك يا دكتور فؤاد. أهلا بحضرتك. قولي الأول، طبعا هنتكلم عن الشق اللي ليه علاقة بالاستثمار والأعمال، ولكن الأول شايف الزيارة دي يعني كمواطن مصري مقيم الآن أو موجود يعني ومتابع لهذا الأمر، شايف إزاي أهمية الزيارة دي؟ والله الزيارة مهمة جدا عشان العلاقات ما بين مصر وفرنسا الفترة الأخيرة جيدة ممتازة من الناحية السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، ودي فرصة ان فخامة الرئيس الفتاح السيسي يقابل الرئيس الجديد الفرنسي لأول مرة والقيادات الفرنسية هنا. احنا كمجلس اعمال جايين اساسا عشان الشق الاقتصادي وعشان عندنا اللقاء او السنوي بتاعنا بتاع مجلس الاعمال ان شاء الله في نفس الوقت بكره. فخامه الرئيس هيقابل بكره الصبح تقريبا 30 رؤساء مجالس اداره من اكبر الشركات الفرنسيه المستثمره في مصر واللي عندها فكره او نيه تستثمر، فده هيكون لقاء مهم جدا برضه. علاوه ان النهارده الصبح هو النهارده تم توقيع 17 اتفاقيه في مجالات مختلفه بين الجانبين يا فندم، ايه المنتظر يعني او ايه اللي هيتحقق لنا واهميه الاتفاقات اهمها كمان ايه؟ كان في اتفاقات مذكرات تفاهم، كان في عقود اتمضت بين الشركات وبين الحكومات، وكان في اتفاقيات قروض من الهيئة الفرنسية للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية لعدة قطاعات أهمها النقل. كان في ثلاث أربع اتفاقيات نقل للسكة الحديد وللمترو، المواني، الصرف الصحي، التعليم، الثقافة، الطاقة والطاقة المتجددة. فكان يعني الحقيقة اتفاقيات متنوعة، وزي ما شفنا قبل كده لما بتتمضي في قمة زي دي بتتنفس، يعني مش بس حبر على ورق. فاحنا شايفين ان المناخ الاستثماري دلوقتي في مصر جيد، ومتفائلين ان احنا هنشوف استثمارات فرنسيه تتدفق في السنه اللي جايه. ثانيه واحده بقى، حضرتك بتقول جزء مهم، او اولا الاول عايز اتكلم عن حجم الاستثمارات الحالي ما بين مصر وفرنسا، او حجم الاستثمارات الفرنسيه تحديدا في مصر، وبين الكلام حضرتك بتقول انه سينشط كمان، لكن الاول حجمه ايه؟ حجمه هو قرب على 4 مليار يورو. 150 شركة فرنسية لها مصانع ولها نشاط في مصر. العمالة اللي في الشركات دي تقريبا 35,000. الاستثمارات الفرنسية في مصر متنوعة جدا، يعني في
تقريبا جميع مجالات الصناعة والخدمات، عكس بلاد تانية اللي بتركز مثلا على البترول والغاز ولا حاجة. احنا شايفين ان دلوقتي في مناخ يقدر يعني يكون في جذب ان شاء الله 10% في السنة الجاية على الاستثمارات. ده مش يعني بالتحديد استثمارات جديدة، انما خصوصا توسعات في الاستثمارات الموجودة في المصانع و لان مصر طبعا بتجذب الاستثمار الفرنسي، مش بس للسوق المصري اللي هو 100 مليون، انما سوق افريقيا والشرق الاوسط. تمام، حضرتك بتقول لي انه متوقع بقى انه الاستثمار سينشط، يعني قول لي هذا التوقع خلينا نقول اساسه ايه، وشايف في خلال قد ايه يمكن نقدر نقول ان هيكون في طفره حقيقيه في حجم الاستثمارات الفرنسيه في مصر في الفتره اللي جايه. شايف ان زياده الاستثمارات دي اللي انا متوقعها دي مش احصائيات ولا حاجه، هتيجي من معظمها من الشركات الموجودة في مصر النهاردة، عشان الفترة الأخيرة اللي كانت فيها شوية صعوبة، إنما كانوا مجهزين نفسهم بمشروعات توسعات، ودول دلوقتي مع الإصلاحات الاقتصادية في مصر بما فيها العملة وقانون الاستثمار يعني التحسن الاقتصادي والامني، طبعا المشروعات دي اللي كانوا مجهزينها هيبتدوا ينفذوها. فهنشوف الزياده جايه اكتر من الشركات الموجوده حاليا، انما طبعا هيبقى في استثمارات جديده. تمام، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا دكتور فؤاد يونس، شكرا لحضرتك يا فندم. ومعانا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين. مساء الخير وأهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ ريان. أهلا بك، إزيك يا أستاذ عبد المحسن؟ وقول لنا شايف أهمية هذه الزيارة من حيث التوقيت ومن حيث الدلالة كمان. شوف حضرتك، طبعا زي ما حضرتك اشرت في التوقيت مهم والدلاله اكثر اهميه. بمعنى ايه؟ ده اول يعني لقاء هو الرئيس قابل مصر قبل كده، بس لم تكن في زيارات رسميه سواء في القاهره او في باريس. دي اول زياره يقوم بها الرئيس لماكرون بعد ان اصبح رئيسا لفرنسا. ده التوقيت، عشان كده غايه الاهميه، لان احنا في علاقات متميزه طول الوقت في فرنسا، بدءا من ميتران، شراك، سانسيديف، لان في علاقات مصريه فرنسيه متميزه في هذا الاطار. كان مهم جدا الحفاظ على قوه الدفاع دي. النهارده انا حتى في المراقب كنت قاعد مهتم بمعرفه التفاصيل الخاصه باللقاء والانطباع عن اللقاء نفسه، والحقيقه انا خرجت من اللقاء اكثر سعاده عما كنت قبله، لان حسيت بان فعلا العلاقات المصريه الفرنسيه ماشيه في طريقها سليم فيما كانت وربما اكثر. كان في حمامين في اللقاء، كان في فهم كبير جدا للموقف المصري، كان ساركوزي موفق جدا في الاجابه على اسئله الصحفيين، انا اسف ماكرون كان موفق جدا في الاجابه على اسئله الصحفيين بخصوص الموقف المصري، واضح جدا في الكلام في ملف التعاون بين مصر وفرنسا. ولما سالته على فكره الخطوات اللي هيعملها لدعم مصر في ضد الارهاب، كان واضح جدا وقال ان في شراكه مصريه فرنسيه في الخطوات، وان فرنسا مقدمه عده مشروعات للتعاون الامني والاقتصادي والسياسي مع مصر، سواء في العلاقات المشتركه بين البلدين أو في الموقف في المنطقة تقول على الصعيد الليبي أو الصعيد السوري، لأن دي ملفات مهمة جدا وكلها مرتبطة ببعض في إطار مكافحة الإرهاب. الكلام على البعد الاقتصادي كمان كان مهم جدا وكان واضح، وكمان أن ماكرون 15 سنة كمل، هي 2019 هتبقى الصداقة المصرية الفرنسية في السياحه، في الثقافه، في الاقتصاد،
ومش سنة 2019 بس، لأن 2019 دي عشان بمناسبة مرور 150 سنة على قناة السويس. لا كمان قريب جدا بعد شهرين في بداية العام المقبل هيرسل وفد اقتصادي رفيع المستوى لمعرفة احتياجات مصر الاقتصادية وأطر التعاون بين الدولتين، وخاصة في منطقة قناة السويس، لأن أنت عارف حضرتك إن في اهتمام مصري خاص جدا بهذه المنطقة. ووصل هذا الاهتمام او هذا الاحساس وصل الى فرنسا، وبالتالي هي واخده ان قناه السويس لها دلاله رمزيه على العلاقات المصريه الفرنسيه، لان زي ما حضرتك عارفه ان ديليسيبس وحفر قناه السويس وفيها فكره الرمزيه للتعاون المصري الفرنسي منذ اكثر من 150 عاما او منذ حوالي 150 عاما، كل ده هينعكس خلال المرحله المقبله. ودي كانت نتائج مهمه جدا للزياره اللي قاعد بيها سياده الرئيس اليوم او هذه الايام بفرنسا. تمام. طيب لما حضرتك اتكلمت اثناء حديثك عم يعني تم مناقشته خلال لقاء الرئيس بالرئيس الفرنسي، الرئيس المصري بالرئيس الفرنسي، اتكلمت وذكرت من ضمن ما ذكرت ليبيا وسوريا. الحقيقه ليبيا وسوريا موقف مصر معروف منهم جدا، وعلى ما اعتقد انه الموقف الفرنسي ليس ببعيد. قول لي ايه اللي ممكن ينتج يعني فيما يخص الملفين دول بعد هذه الزياره؟ ايه يعني ده انعكاسه هيبقى ايه على الملفين دول؟ شوف حضرتك، الموقف الفرنسي كان في الاول بعيد عن الموقف المصري، وده بيؤدي لمدى سلامه السياسه الخارجيه المصريه. بمعنى ايه؟ يعني في الاول حضرتك لو تتذكري كويس موقف فرنسا واوروبا كان شويه واخد نهج مغاير للموقف المصري. صحيح. الان هناك قناعه يعني شبه تامه سواء من فرنسا او من دول اوروبا كلها بسلامه الموقف المصري، سواء فيما يخص القضيه الليبيه من وحدة أراضي الدولة الليبية، من بنود الطرد عناصر التطرف والإرهاب من ليبيا، من الاعتراف بشرعية الجيش الليبي، كل ده ما كانش موجود قبل كده. الآن أصبح موجود، وأصبح الكلام النهارده القمة كان كله داير في هذا السياق. مصر قصدت بالنسبة لسوريا، مصر كانت حريصة جدا على فكرة وحدة أراضي الدولة السورية، إن مصر مش بتدافع عن شخص لكن بتدافع عن كيان دولة. كان عدم في هناك عدم فهم لهذا الكلام في فترات سابقه، الان غير الموقف واصبح برضه هناك شبه تطابق، مش هقول تطابق كامل، لكن هناك شبه تطابق ما بين الموقف الفرنسي وبشكل خاص والموقف الاوروبي بشكل عام مع الموقف المصري. وده تطور مهم جدا ويحسن للسياسه الخارجيه المصريه وقدرتها على اقناع الدول الاخرى بسلامه الموقف المصري. امبارح اثناء حوار الرئيس مع قناه فرانس 24، الحقيقه كان في سؤال فيما يخص حقوق الانسان في مصر، وده احنا توقفنا امامه كثيرا هنا. الرئيس اكد على واكد عليه النهارده طبعا في القمه كمان انه مصر بتحترم حقوق الانسان وحقوق المواطنين، وانه لا يجب ان ننسى لما بنتكلم عن حقوق الانسان الشهداء واهالي الشهداء واسرهم، هؤلاء ايضا انسان يستحقون ان احنا نلتفت الى حقوقهم. قول لي ده مردوده عليهم هناك كان ايه يعني اثناء حديثه النهارده يا فندم، خصوصا ان فرنسا كان من الدول اللي دفعت او بتدفع يعني ثمن او ضريبه كبيره ايضا للارهاب. والحقيقه حضرتك النهارده سواء كان رد الرئيس الفرنسي او رد الرئيس السيسي كان غايه في الاقناع، والرئيس السيسي عجبني جدا لان السؤال ما كانش موجه ليه، كان موجه للرئيس الفرنسي على حكايه انتصار من شائعات حول حقوق الانسان في مصر. الرئيس السيسي رغم ان السؤال واجابه الرئيس ماكرون الحقيقه اجابه كانت مقنعه وكانت يعني موفقه جدا، لكن الرئيس السيسي لم يخشى ان يرد وتدخل في الاجابه واشرح بشكل كامل، وكان واقنع الكل بالحضور، وانا اظن انه كان يقصد توجيه رساله مهمه في هذا التوقيت للراي العام الفرنسي والراي العام العالمي بما يحدث في مصر، لان هناك حقوق زي ما حضرتك اشرتي الى حقوق الشهداء، حقوق من ينزفون دما كل يوم، الى حقوق 100 مليون مصري يريدون ماكل ومشرب وتعليم وصحه، ويريدون ان يعيش حياه امنه ومستقره. الرئيس كان واضح جدا في هذا الاطار ووصل رساله كانت في منتهى القوه والوضوح.
تمام. ايضا توقفنا امبارح، خليني اقول اثناء حوار رئيسي يا استاذ عبد المحسن، عند كلام الرئيس لما اتسال سؤال عن المصالحه وقال الشعب هو اللي يقرر حاجه زي دي، المصالحه مع جماعه الاخوان الارهابيه، وده سؤال بيتكرر كتير والحقيقه بيطرح سواء على الراي العام العالمي بيطرح وسواء حتى بيطرح على الرئيس نفسه في زياراته للخارج. هل نقدر نقول ان بقى في دلوقتي تفهم اكتر للاجابه اللي قالها الرئيس انه هذا قرار يرجع للشعب، وانه الان طبعا الشعب بالتاكيد بيعاني كل يوم من ارهاب هذه الجماعه الارهابيه، هل المفهوم ده بقى واضح اكتر في الخارج عما كان قبل كده ولا لسه؟ هو واضح في الخارج، لكن خليني برضه اقول ان مكنه الشجاعات ومكنه التمويل قويه ولا لها تاثيرات على وسائل الاعلام وبعض القطاعات. الرئيس واضح جدا وجابته موفقه لانه نعلم علم اليقين ان الشعب، ان القصه مش قصه ارادته السياسيه هم، ده في اراده شعبيه، اراده شعبيه نافضه لهذا المبدا، لان النهارده لما زي ما حضرتك اشرت الى الدماء التي تسال كل يوم او كل كام يوم او حتى لو جندي واحد، هذا الكلام لا يخطر الشعب المصري. الشعب المصري يريد ان يكون في حياه هادئه ومستقره اولا، ثم ينظر في بقيه الملفات. لكن واحنا في وقت حرب زي ده، وانا بتصور ان احنا في حاله حرب فعلا، لا يمكن ان يكون هناك قبول لاي شيء خارج حدود الالتزام التام بالقانون وبسياده القانون وبسياده الدوله وبعد ذلك لكل حادثه حديث. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، شكرا ليك يا فندم. وقبل ما نروح لفاصل ونتكلم عن كيفية مواجهة خطر الإرهاب الإلكتروني، خلينا نسمع جزء من رد الرئيس النهاردة فيما يخص تحديدا حقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد القمة المصرية الفرنسية. خلينا نشوف هذا الجزء وبعد كده نروح لفقرتنا. إحنا في مصر، وده أمر مهم أوي إن أنتوا تسمعوه مننا وإحنا هنا في باريس، إحنا حريصين على حقوق الإنسان في مصر. بس أنا عايز أقول لكم تحطوا في الاعتبار النقاط اللي أنا هتكلم معاها دي. نحن في مصر في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد أن ينهي على هذه المنطقة ويحولها إلى بؤرة لتصدير الإرهاب والتطرف والفوضى في العالم كله، وده يمس أمن المنطقة وأمن أوروبا كمان وأمن العالم لو كناش ناخد بالنا. النقطة الثانية لازم تكونوا يعني تاخدوها مننا احنا كمصريين وكرئيس للدولة المصرية، أنا حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مصر. ده أمر، دي إرادة سياسية، وبالمناسبة لازم تكونوا عارفين إن الشعب المصري لن يقبل إن يكون في أي شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو الدكتاتورية أو عدم الاحترام لحقوق الإنسان. ولكن خلي بالك أنا مسؤول عن 100 مليون مواطن مصري.